ودي أعرف وش سر عزيز وحب عزيز من يوم كان صغير للمكالمات. أنا جاني خبر أن عزيز يحب المكالمات، يحب يكلم هو صغير، يعني من عمرك 4 سنين 5 سنين كنت تحب المكالمات. معلومة جديدة. والدليل على هذا أن الاتصال اللي جاك من طفل، يعني من إنسان صغير. والله هي شوف المعلومة صدمتني حتى أنا، لأني وأنا صغير ما ذكرني، فهمت؟ ما تذكر؟ لا. أعطونا صورة عزيز جاهزة. صورة عزيز جاهزة ولا لا؟ شوف هذه ما تنقطع. إذا جهزت أعطوني خبر. زين. تقول لي أجل ما في سر يعني بينك وبين التلفون من الصغر يعني. أنا ما أدري. والله ناسي والله. طيب تعال تعال شوف معي هنا. ركز لي على الشاشة. يلا. على الشاشة مو بالكاميرا. يلا. شوفون ها شوف. إي والله لا أنا. إيش الله يكون فيني يا عيال. ما شاء الله الله يحفظني. هذه كنت أكلم مطعم. حلو. إيه. كنت أطلب من المطعم، كنت جوعان وقفطوني أهلي وبطلب بدون ما حد يدري. يعني هذا تلفون البيت؟ السلام. إيه لحقت على الدنيا القديمة. وعليك. هذا بداية أول ما جيت تلفون. يا سلام. شفت ان الموضوع فيه سر وفيه حب بينك وبين المكالمات؟ انا شفت ان الموضوع فيه تجيبون شيء ما شاء الله ما حد يجيبه. طيب العزيز المحمد من فريق دعمك يقولون eb.ts تقول العزيز المحمد شخص مقبول على الشاشه وروحه خفيفه وعندك محتوى جميل واسلوبك وطريقتك بالسوالف تجذب المشاهد. نتمنى منك ما تغيب على البث والصلوات والفقرات ولا تحرمنا من فعالياتك الحلوة وصوتك حلو حرام تدفن هالموهبة ذي وفالك المركز الأول بإذن الله. هذه رسالة من ناس يحبونك من جمهورك. في وعد توعدهم؟ أبا حاول أوعدهم وعد. كان الله سلمني من البرايم بإذن الواحد الأحد، ما عاد أنتم شايفيني في البرايم بإذن الواحد. يا سلام تصريح قوي من عزيز المحمد. هذا إن الله سلمني من الله يسلمكم جميعا من البرايم. شلونك يا نايف؟ كيف الحال؟ كلش طيب أحمد الله.